صح. واحدة من الأخبار اللي انتشر اليوم في السوشيال ميديا، ما أدري إذا سمعتي عنه دانا ولا لا، يقول لك إن أبراج الكويت راح ينقلونها لمكان ثاني بسبب إن الهواء القوي اللي صوب البحر قاعد ممكن إنه هو يأثر على الأبراج، فالأفضل إنهم ينقلونها في وسط الديرة بعيدا عن البحر. سمعتي في الخبر ولا ما سمعتي فيه؟ والله أول مرة أسمع معك، بس صحيح هو؟ أنا أكثر تفاعلا بتويتر فدريت بالخبر. ما شاء الله عليك. ما سمعتي؟ لا والله ما سمعته من صدقي، بس هو الصدق فعلا صحيح يعني ولا قاعد تكذب إشاعة؟ على الهواء؟ لا يعني هل هي إشاعة ولا هو خبر لا قاعد أقول خبر مؤكد؟ منتشر بالسوشيال ميديا قبل شوي إي قريته. شلون بينقلونه؟ ها؟ شلون بينقلونه؟ هذا تنقل أول شيء. ترى مو لعبة أبراج، إيش فيك؟ تنقل ما يشيلونه بيحطونها شيء. بوسط الديره بعيدا عن البحر علشان ما تصير في تيارات هوائيه ممكن هي تاثر عليها. والله ممكن، بس هل هم قاعد يواجهون مشكله من هالناحيه يعني؟ بيطيح؟ ليش فكروا في انهم يعني انا ينقلونها؟ ما اشوف انه هو جدا مرتفع لا علشان ممكن مرتفع. الهواء. لا مرتفع، ايش درات انت؟ انا على حسب نظرتي ما احب اكذب يا جماعه، هذه اشاعه بس كنت بشوف دانا هل ممكن انا اقص عليها ولا لا، بس والله ترى سهلين قص عليك، يعني لو انا عندي معلومات كافيه شوي زياده اي ما كان ضغطت وياك، ما قدرت ضغطت عليك. وياك. لا انا ما لا كان قدرت صدمتيني، عليك. شوفي انا ما صدمتيني لما قلت لي يشيلونه كذي ويودوه. شنو مو صح، ما كيك يا ادري شلون حبيبتي؟ يشيلونها، فقلت خلا الف. فيا جماعه لا، هذا حلو ترى اللي قلته حلو كان السالف، مو اشاعه، بس انا قاعده اجرب دانا هل ممكن هي تصدق هذا النوع من الاخبار ولا لا. اذا